زار وفد أكاديمي من جامعة المكسيك بحضور قنصل بلاده ماريا غوادالوبي برامبيلا جامعة الشرق الأوسط لتوطيد العلاقة المتينة بين الجانبين ونقلها إلى مستوى أكثر تقدماً. وضم الوفد المكسيكي الباحث في مركز الدراسات اللغوية والأدبية في جامعة المكسيك الدكتور ألفونسو ميدينا، والمحاضر في المركز الدولي لجامعة المكسيك الدكتورة لويسي بيدروزا، والمنسق الأكاديمي العام لجامعة المكسيك الدكتورة آنا كوفروبياس. استقبل اليوم الطبي الذي أقامته جامعة الشرق الأوسط بالتعاون مع مركز عيادات اختصاص مخيم الطالبية، الجمعية الأردنية للعون الطبي وشركة يان الصناعية التجارية، أكثر من 800 مراجع استفاد من الخدمات الطبية والعلاجية والاستشارية التي وفرها. نظمت جامعة الشرق الأوسط ورشة عمل بعنوان إجراءات عقد الامتحانات، أدارها عميد كلية الآداب والعلوم التربوية الأستاذ الدكتور أحمد موسى رئيس لجنة الامتحانات على مستوى الجامعة بحضور عمداء كلياتها وأعضاء الهيئة التدريسية فيها كافة. ضم معرض لمشاريع طلبة مساقي نظرية لون ومبادئ التصميم ثلاثي الأبعاد في كلية العمارة والتصميم بالجامعة عدد من الأعمال التي اعتمدت على تقنيات التصميم الحديثة والتدرجات اللونية المريحة للعين والجاذبة للحواس. نافس فريق جامعة الشرق الأوسط لكرة القدم فريق اللاعبين المعتزلين القدامى وسط أجواء سادتها الحماسة والبهجة لتنتهي المباراة بفوز الفريق الضيف. المباراة تأتي للاعتراف بالجهود الكروية الاستثنائية للاعبين القدامى، كما أنها شجعت الطلبة على إدراك ما معنى شغف الكرة المستديرة. جامعة الشرق الأوسط نعد القادة.